دلوقتي هنروح لمنى، اطمنا على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة النهاردة. اتفضلي منى. شكرا ليك شازلي، شكرا ليكي جمانة. النهاردة الطقس هنعرف تفاصيله مع هيئة الأرصاد الجوية اللي هيبقى معانا معاها مكالمة بعد قليل، لكن خلينا نقول مبدئيا ان هيئة الأرصاد بتتوقع ان النهاردة الطقس يكون دافئ بالنهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد. هيكون الجو حار على جنوب الصعيد، وهيكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. أما بالليل فهيكون شديد البرودة على كافة الأنحاء، وهيكون في نشاط رياح على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد. كمان النهاردة في أمطار خفيفة لمتوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء. قبل ما نستعرض معاكم درجات الحرارة في القاهرة ومحافظات المختلفة، خلينا نتعرف على آخر أحوال الطقس من دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير عليك يا دكتورة، وأهلا وسهلا بك. صباح الخير على حضرتك أستاذة منى، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. دكتورة منار، احنا عارفين النهاردة ان الطقس النهاردة هيكون يعني دافئ الى حد كبير، لكن في موجة من بكرة ان شاء الله هتكون شديدة البرودة ولا هتكون باردة فقط؟ هو احنا بالفعل اليوم بنشهد اجواء شتوية مستقرة على كافة مناطق الجمهورية. احنا طبعا بنتأثر اليوم بامتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا ورياح شمالية غربية قادمة من جنوب اوروبا، هتعمل اليوم على انخفاض طفيف في درجات الحرارة مقارنة بالامس بحوالي درجتين. طقس اليوم دافي خلال فترة النهار، لكن خلال فترات الليل الطقس هيكون شديد البرودة على كافة مناطق الجمهورية، خاصة ان اليوم كمان في نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهورية، سرعات الرياح ما بين 30 وال 40 كيلو متر في الساعة، فده هيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحرارة، مع طبعا فرص الامطار اللي هتكون ما بين الخفيفة الى متوسطة على كل محافظات السواحل الشمالية للبلاد وشمال الوجه البحري. دايما الامطار بتكون على فترات متقطعه يعني من وقت للتاني، وبتختلف طبعا من منطقه للتانيه. متوقع ان شاء الله من غدا الخميس يكون، معلش عذرا دكتوره قبل ما نتكلم عن غدا الخميس، النهارده اتكلمنا عن ان موجود في نشاط الرياح، هل نشاط الرياح ده هيكون مصاحبه تراب ولا هتكون نشاط رياح والامور طيبه ما فيش تراب عالق في الجو؟ في اغلب مناطق الجمهوريه مش هيكون في رمال مثاره، لكن المناطق الجنوبيه زي شمال وجنوب الصعيد قد يكون مثير لبعض الرمال والاسربه في شمال وجنوب الصعيد. خلينا نرجع بقى لبكره ان شاء الله. احنا متوقعين من غدا الخميس هيكون في انخفاض ملحوظ في درجات الحراره، لان احنا هنبدا نتاثر برياح شماليه قادمه من جنوب شرق اوروبا، هتعمل على انخفاض ملحوظ في درجات الحراره بقيم تتراوح 4 لـ6 درجات على كافة مناطق الجمهورية. هنرجع تاني للأجواء الشتوية الباردة خلال فترة النهار، شديدة البرودة أو نقدر نقول قارصة البرودة خلال فترة الليل، لأن كمان درجات الحرارة الصغرى هتنخفض توصل لـ8 و9 درجات خلال ساعات الليل. خلال ساعات النهار درجات الحرارة العظمى هتتراوح ما بين 17 و18 درجة مئوية. هنرجع تاني للأجواء الشتوية مع طبعا وجود نشاط للرياح هيستمر معانا من غدا لحد يوم السبت القادم، هيزود احساسنا اكثر بانخفاض درجات الحراره. دايما نشاط الرياح بيخلينا نحس بقيم درجات حراره اقل دايما من اللي احنا بنقولها بحوالي من درجتين لـ3 درجات، وطبعا استمرار فرص سقوط الامطار على سواحلنا الشماليه ومحافظات الوجه البحري. طيب دكتوره منار، متوقع ان تستمر الموجه البارده دي لمده كام يوم تقريبا؟ هي ان شاء الله تستمر حوالي 5 أيام، يعني هي على الاقل لمنتصف الاسبوع القادم، يمكن يوم الاثنين الجاي ان شاء الله لسه مكملين في انخفاضات درجات الحراره، لسه يوم الاثنين العظمى هتكون على القاهره الكبرى 19 درجه مئويه، فلمنتصف الاسبوع القادم ان شاء الله مكملين في انخفاض درجات الحراره. يعني احنا معانا جاكيتات لسه وبلطو لابسينه لغايه يوم الاثنين اللي جاي. بالظبط، اجواء شتويه لحد ان شاء الله يوم الاثنين اللي جاي، ويمكن كمان يعني احنا دايما بنقول وبننصح في الفتره دي ما نخففش الملابس، لان دايما حتى مع دخول ساعات الليل الطقس بيكون شديد البروده، حتى لو كان الاجواء مستقره خلال فتره النهار، مستمرين في ارتداء ملابس شتويه خلال فتره النهار وخلال فتره الليل على الاقل لانتهاء فصل الشتاء اللي ان شاء الله هينتهي 20 مارس.
كل الشكر ليكي دكتورة منار غانم، عضو المجلس أو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. خلينا مشاهدينا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة المتوقعة النهاردة. هنبتدي بالقاهرة اللي العظمى فيها 23 والصغرى 10، الإسكندرية 19-11، مطروح 19-12، سيوة 20-12، بورسعيد 20-11، دمياط 19-12، الإسماعيلية 23-11 والسويس 23-11. العريش العظمى فيها 19 والصغرى 11، طابة 24-16، كاترين 21-7، شرم الشيخ 26-17، الغردقة 27-17، والفيوم 25-13، بني سويف 26-14، والمنيا 26-15. أسيوط العظمى فيها 26 والصغرى 15، سوهاج 28-14، قنا 30-15، الأقصر 34-16، أسوان 37-16، الوادي الجديد 29-17، شلاتين 26-14، أما حلايب العظمى فيها 29 والصغرى 15. إجمالا نقدر نقول إن الجو النهارده هيكون مستقر إلى حد كبير مشمس، لكن من بكره درجات الحرارة هتستمر في الانخفاض. خلينا نرجع دلوقتي لشاذلي والجمانة نكمل باقي كلامنا. اتفضل. منا بنشكرك طبعا، شكرا جزيلا، وبنشكرك على كل التفاصيل اللي افدتينا بيها. يعني فعلا الجو يعني الايام دي متقلب، ما بين بالظبط ما بين الصبح بيبقى حر جدا وبالليل بيبقى برد. نشكرك طبعا يا منا. مرة تانية بنأكد على كلام منا وعلى كلام دكتورة منار غانم، لازم نخلي بالنا في اللبس ولازم ما نخففش قوي، لأنه جو الصبح بيكون فعلا إلى حد ما حر، لكن بالليل بيكون في هواء وبيكون ساقعة، فما ينفعش نبتدي نخفف إن كان لينا أو لأطفالنا. عشان في بعض الأمهات يا شاذلي بتقول لا أصل خلاص الجو دلوقتي بقى حر فالولد هيعرق هيعيا فأخفف له. لا خالص، نلتزم لغايه دلوقتي، يعني يبقى معانا جاكيت، معانا حاجه تقيله نلبسها، ما نمشيش كده، وما نلبسش خفيف قوي كمان، يعني نلبس لبس كده بين البنين. احنا مش حامل نزلات برد خالص اليومين دول يعني. لا خالص. بصراحه